مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد، مرحبا بكم في هذا المباشر من طنجة. وفي إطار تتبعنا لرصد الحالة الوبائية ببلادنا، فقد أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت عن تسجيل 5836 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 252185 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية فقد بلغ 3,219,259 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت للأسف تسجيل 70 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا بالمغرب إلى 4197 حالة وفاة، وتم التأكد من شفاء 4602 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 205565. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. هذا مشاهدينا الكرام، أذكركم بأن وزارة الصحة أعلنت مساء اليوم السبت عن تسجيل 5836 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 252185 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية فقد بلغ 3,219,259 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت للأسف تسجيل 70 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا بالمغرب إلى 4197 حالة، وتم التأكد من شفاء 4602 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 200,565. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذا مشاهدينا الكرام، من بين 5836 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا بالمغرب سجل طنجة أصيلة 136 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وللأسف حالة وفاة واحدة. إذن من بين 5836 حالة إصابة جديدة، تم على مستوى عمالة طنجة أصيلة تسجيل 136 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة. إذن مشاهدينا الكرام، مزيدا من الحيطة والحذر، الرجاء ارتداء الكمامات الوقائية والالتزام بالتدابير الاحترازية، تعقيم اليدين بالماء والصابون والمطهرات الكحولية، احترام مسافة التباعد في الأماكن العمومية والمناطق الخضراء والمقاهي والمطاعم خاصة منها الشعبية،
إذا ارتفاع ملحوظ يعود مرة أخرى لمدينة البوغاز في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد وتسجيل حالات الوفاة، بعدما شهدت المدينة انخفاضا ملموسا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا. مشاهدينا الكرام، ردوا البال وبقوا على بال، فيروس كورونا مازال كيعيش تعايش معنا وينتشر بسرعة كثيرة جدا. ردوا البال وحميوا رفسكم وحميوا أنفسكم وعائلتكم. تحية لكم، مساءكم سعيد، ألقاكم في مباشر آخر، إلى اللقاء.